عسلامة. اليوم تقابلنا مع الحداش، عملنا كيما اللعبة تعرفنا فيها على بعضنا، من بعد عملنا شنية الأهداف وشنية متوقعين يصير في البروجي. بعد الجروب التوانسة حكيوا على اللي عملناه البارح اللي هو التشبيك بين الجمعيات وأطراف أخرى كيما دار الثقافة والإعلام. بعد الفطور تعرفنا على طريقة حل المشاكل في وسط الجروب، عملنا تيست كل واحد وحده، بعد تقسمنا على 4 جروبات وخدمنا على الفكرة هذه. عملنا الاورينتيشن جيم، تقسمنا الجروبات، كل جروب خذ تصويرة من بلاصة قديمة من منزل بورقيبة وباش يعمل لها تصويرة جديدة.